اتكلمت فيه كتير. معلش، النادي الاهلي كنادي الاهلي بعشقه وبحترمه بلا حدود. يا سلام. لكن فرقه الكوره بتاعت شوبير لا. ده عشان الاسماعيلي. عشان الاسماعيلي كان احمد، احنا كنا نبقى غالبينكم 3-0 وتلاقي الله حمو حسين امام وبتاع فجاه بيلا. ما حضرتش ايام، انا حضرت ايام، انا حضرت ايام. انا كنت بروح وانا بلعب في الاهلي، كنت بنقعد في المدرج واقعد اشجع الاسماعيلي وهم قاعدين كلهم. هل لكن النادي الاهلي كتبت عنه كلام كبير كده. هل حضرتك يعني كان طبيعي وانك مسؤول عن الرياضه في مصر، زي ما كنت لسه تارك منصب المحافظ، كان منطقي انك تروح تحتفل مع اللاعبين ببطوله الدوري لما حصلوا عليه وانت مسؤول اول على الرياضه في مصر؟ ما حسيتش ان انت دي كانت غلطه من حضرتك يا دكتور عمر؟ لا خالص خالص. ان الناس كانت هتشيل عربيه. ما في الاسماعيليه لازم يشيل عربيه بس. لا انا وانا مراتي ما عرفناش نروح. خالص، واتخانقنا من الناس يعني. لا اصل انت انا بحب اسماعيليه يا احمد. تمام تمام. واسماعيلي كريزي، عارف، مجنون بيه يعني، فاهم؟ يعني انا بتفرج على الماتش، انا بكلم طارق، لسه بكلم طارق يحيى طول عمرك بتوع الكوره الحلوه وانت هندسه بقى ورينا شغلك والكلام ده كله. لا خالص خالص. كنت بتضمن اللعيبه يعني؟ هل انت فعلا اللي ساهمت انه بركات الاسماعيلي واحمد حسن؟ انا ساعدت في بركات وبيبو خالد احمد النحاس واحمد حسن وغيرهم. حضرتك ساعتها محافظ ولا كنت وزير رياضه؟ كنت وزير النادي الاهلي، كان بيشتمني عشان كده. المجال في الاهلي ده برضه مش شايف انه ده صعب؟ بس انا ما بعرفش اتكلم. بس بتعمل. لا ما هم برضه لهم حق. دي شطاره، دي شطاره يعني. خلي بالك، مش حاجه. ما انت عارف مصر يعني. كانت بتلعب في سكن حديد. سكن حديد. حوار جميل طبعا بين الكابتن احمد شوبير والدكتور عبد المنعم عماره، واضح فيه ان هو بيكره فريق الكره. بس هو نقطه صغيره، كابتن حسين امام الحكم كان من عيله الكابتن امام ويحيى الحريه امام وحماده امام، يعني كان راجل زملكاوي يعني، فاكيد ما كانش هيجامل النادي الاهلي، والحقيقه ما كانش بيجامل نادي الزمالك، وكان حكم فير جدا، لان احنا قاريين تاريخه وعارفين ان قاد قبل كده كتير مباريات قمه. فمش قصه يا كابتن عبد المنعم عماره فكره الحكام والقصه دي. النقطه الاهم يعني عجبني جدا وانت بتكلم كابتن طارق يحيى بتقول له احنا فريق كوره ولاعيبه وانتوا فن وهندسه. اعتقد الكابتن طارق يحيى نهى الدوري ده بالاقاله قبل المباراه باسبوع بعد الهزيمه من الزمالك 3-0، فالفن والهندسه غلبت فرقه الكره في الاسماعيلي. لكن نروح للمهم، هي فكره اللعيبه يا فارس، اللي الدكتور عبد المنعم عماره ده قال اسامي كبيره. الدكتور عبد المنعم عماره، واحنا مش بنتكلم في 90 و91، عايزين نقول ان هي اسامي كلها لعبت في النادي. ما انت مهما كنت محب لنادي الاسماعيلي، في النهايه برضه اللاعب هدفه. لا هنا بقى في حاجه، الجمهور الاسماعيلي طبعا حب شخصيه مسؤوله ليك، ده حق طبيعي، ولكن احنا اتكلمنا في حته التدخل، وهو الدكتور عبد المنعم عمر تحدث فيها بكل بساطه، وهو شخص صريح جدا يعني. وكابتن شوبير للامانه عبقري في فكره ان هو ياخد منك المعلومات ويخليك تحكي براحتك كده وانت تحس ان انت مستريح، مميز فيها كابتن شوبير. هو كابتن شوبير ساب ايده. ولكن اللي حابب بقى اقوله، يعني انت كجمهور الاسماعيلي كان في تدخل واضح لضم خالد بيبو وعماد النحاس وبركات واحمد حسن. نفس اللعيبة دول رحلوا الأسباب، سواء هم فضلوا فرق أخرى أو النادي الأهلي ضمهم، أو هم حبوا يعملوا تاريخ مع النادي الأهلي حتى لو كان أو القرار اللي اتأخر يا فارس. ما القرار هو اتأخر، هي كل الحكاية هم جم للنادي الأهلي، القرار اتأخر. لا أنا بتكلم بقى على رؤية الجمهور الإسماعيلي نفسه. أنت بتتكلم عن مظلومية الأهلي ضم اللاعبين، أدي على لسان الشخص اللي ساهم في ضمهم نفسه، هو ما كانش شايف إن في غضاضة إن هم وجههم لك حتى لو بعكس رغبتهم. فده لو النادي الأهلي اللي عمله احتراف، فاللي عمله الدكتور عبد المنعم عماره حب اكتر منه احتراف بكتير جدا. وعشان نوثق كلام الدكتور عبد المنعم عماره، نطلع ونسمع الصقر احمد حسن كان رايه ايه في القصه دي. في نهايه الموسم بدا النادي الاهلي يتفاوض تاني على انتقالي من اسوان. بكام بقى؟ 120,000 جنيه. يا نهار ابيض. خدت وقت، جيت للقاهره مع كابتن عادل القيعي، مهندس عادل القيعي، وقعدت حوالي 3-4 ايام، لان كانت المفاوضات محتده جدا جدا وقتها. وكان في قناعة تامة، وده شخص برضه أنا بعتز بيه جدا جدا وما زلت على تواصل معاه، ومن الناس اللي فاقوا في حياتي جدا طبعا، الدكتور عبد المنعم عمارة، كان وقتها وزير الشباب والرياضة. وهو تبناني في الوقت ده، هو خلاص. وأنت في المنتخب الأولمبي، لأن هو كان جايب كرول. بالظبط كده. بالظبط، وأنا في المنتخب الأولمبي. وهو حتى أنا رحت وقتها النادي الإسماعيلي، كان بتوصية من الدكتور عبد المنعم عمارة. دفعوا أكتر؟ 250,000 جنيه. واو. طبعا. فحصل طبعا، كان في وقتها الامور مش عايزه تمشي خالص، والنادي الاسماعيلي وقتها راح وتفاوض مع اسوان، وكان الدكتور عبد المنعم وقتها
وانا كنت اختفيت تماما يعني حصل نوع من انواع الاختفاء طبعا انت فاهم انا بتكلم في ده ايه. كان بالاتفاق مع النادي الاهلي. ده كان بالاتفاق طبعا. لحد ما جه خلاص كابتن ناصر اتكلمني قال لي الموضوع خلاص يعني صعب خلاص مفروض. جالي بقى كان وقتها هويت كول كابتن هويت السيد ومهندس هاني بويده جم قعدوا معايا وقالوا لي خلاص روح الاسماعيلي واسماعيلي نادي كويس ودكتور عبد المنعم عمار متمسك والنادي الاسماعيلي متمسكين وكده قلت له طيب تمام خلاص كده دوري وكده لاعبين انضموا بس احنا وجمهور الاسماعيلي حبايب ما بندققش وبنعدي لان جمهور النادي الاهلي في كل الاحوال وبكل اللاعبين بطولاته مستمره وبيقدر يعود وبيقدر فعلا يستعيد نفسه مهما كانت الضغوط وما بيفضلش يتكلم عن امور فرعيه الا لو زي ما احنا عملنا على سبيل التوثيق ليس اقصر. بس انا عايز اقول حاجه هنا قالها الكابتن احمد حسن مهمه جدا نربط بيها الحلقه السابقه اللي احنا عملناها عن فكره القوه الشرائيه. الكابتن احمد حسن قال النادي الاهلي عرض 120 الف جنيه ونادي الاسماعيلي عرض 250 الف جنيه. ده بيؤكد فكره ان اللاعبين اللي كانوا بينضموا للنادي الاهلي مش فكره القوه الشرائيه، وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب وهو بيتعاقد مع الكابتن محمد ابو تريك، قال له يا ابني احنا ما بندفعش كتير. فالفكره عشان بس نؤكد عليها باعترافات لاعبين.